كلابكم والله بسوي معكم فتوش اليوم بصوص المطاعم. شفت هي الفتوش حق المطاعم شنو لذيذة وناطعة، بصلحة معكم اليوم. مكونات الفتوش: هذا فجل أحمر، ليلة لو خيار وطماط، وهنا قطعت خس وبصل شرايح، وهذا الرجلة أو أحد يسميه بربير أحطه عليه. بالمرة مفيدة الرجلة خواتي، فيها أوميجا 3 بالمرة بالهبل، أقوى من السمك. أحطه كله على هذا، بعدين أسوي الصوص. أول سر فتوش المطاعم هو الثوم، حطون راس ثوم ليلى الله يفرمونه ناعم يخلونه، بعدين حطون زيت زيتون، ضروري زيت الزيتون خواتي، بعدين يحطون ليلى الله نعناع ناشف، بعدين يحطون خل التفاح وليس خل أبيض شوي، حطون نص، أنا بحط يعني على كميتي نص عصير ليمونة، وأحط ملح. شوف حطيت هنا دبس الرمان، والآن أحط شوي سماق الأحمر. خلاص هذا هو صوص الفتوش، ما شاء الله تبارك الله، أبد ما تفرقينه عن فتوش المطاعم، لذيذ بالمرة ما شاء الله. النعناع الجاف والثوم معطيه نكهة بالمرة فظيعة. اخلطوه بالمرة لين تمتزج كل المكونات، بعدين صبوه على الفتوش. إذا أنتم يعني تبي تطلعين برا ولا ما تماكلتوه الحين، خليه آخر شيء، خلي الصوص آخر شيء عشان ما تذبل ما السلطة، ما يذبل الفتوش. شفتوا شلون؟ ما شاء الله تبارك الله. خلاص الحين ندير الصوص على سلطة الفتوش، ما شاء الله تبارك الله، ونحركه فوق لتحت، خلي تختلط كل المكونات مع الصوص، ما شاء الله ألذ فتوش بالوجود. من دياته تسوي شيء مضمون ونظيف ما شاء الله. طبعا الفتوش خواتي ما يقطع صغار، لازم القطع تصير كبيرة شوي زي ما تشوفون. علينا وعليكم بالعافية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو طبق الفتوش، حطيناه بطبق التقديم. الحين احط عليه الخبز المحمص، انا حمصته بالقلايه الهوائيه، ما حطيت فيه زيت ولا شيء. شوفوا شلون ايش حلو طلع مقمر وش زينه، شفتوه؟ هذا طبق فتوشنا ما شاء الله، لذيذ وصحي من دياتت وشغل نظيف.